عايزين نتكلم كمان عن انت دخلتي اكتر من لوكيشن. انا عايز اعرف انت تواجدتي بشكل عام في اللوكيشنات على اساس ايه، تعاملتي مع مين من النجوم، وتواجدك في في اكتر من لوكيشن اداكي خبره ازاي في التمثيل وفي الشغل في الفن. هو بصراحه انا يعني ما كانش في ما بيني وما بين مثلا اي حد من النجوم تعامل او كده، بس يعني كنت بشوفهم، كنت متواجده في كذا لوكيشن. يعني تواجدت في فلاد رزق، انا كنت رايحه اصلا مع المخرج بتاع الاكشن اللي هو كان بيعمل مطاردات، اللي هو اللي عمل مطاردات ولاد رزق اصلا طبعا بديوي كل الناس عارفه يعني غني عن التعريف. فانا كنت بروح معاه وكده، وبصراحه يعني كنت حابه ان انا اكون متواجده في اللوكيشن. رحت حمله فرعون برضو، كنت في نفس اللوكيشن، كذا بلانكا برضو كان في كم مشهد منه، طبعا كليبات محمد رمضان كلها. ده بقى اللي اتعاملت بقى معاه فعلا بجد، وصورنا بقى ومش عارف ايه والكلام ده. بس فدي كانت تجربتي مع لوكيشن. شفت الناس بتعمل ازاي، المخرج، مساعد المخرج، الانتاج، الناس بقى اللي هي ما كنتش بركز طبعا قوي، بس يعني اللي قط شويه. التعامل مع رمضان ورمضان في اللوكيشن كمان بيبقى اخباره ايه؟ لا ده بصراحه يعني نمبر 1 فعلا، يعني يعني هو نمبر 1 في كل حاجه بصراحه. يعني ربنا يحميه يا رب. هو بصراحه حد ما مش عارفه اقول فيه ايه بصراحه، يعني عشان هو بجد حد كويس قوي وحد جميل جدا بصراحه. بيقولي طبعا لما بيبقى في مطاردات، احنا شفنا حتى ولاد رزق 2 المطاردات كانت غير عاديه، شغل عالمي، فاست اند فيوريوس والحقيقه يعني. وطبعا معظم المطاردات حمله فرعون كلها اعمال مهمه. انت برايك بشكل عام في مطاردات بديوي، وهل ممكن ده يحمسك انك تبقي اكشن في يوم من الايام تشتغلي اكشن ولا لا؟ انا بحب اصلا العربيات جدا، يعني الحاجات دي كلها بالنسبه لي كانت متعه ان انا اشوفها اصلا. يعني كنت بروح سباقات بتاع سيفيتاب ومش عارف ايه وراد بول الدرافت والحاجات دي، انا بحب جدا الحاجات دي. فطبعا يعني كلكم شفتوا اصلا ولاد رزق كان عامل ازاي، والمطاردتين بتاعت اللامبورجيني والمكلارين كانوا عاملين ازاي. طبعا محمد بديوي وهشام الخصيب كانوا عاملين شغل جامد جدا. ف يعني بجد حاجه مش ما بنشوفهاش كتير. يعني بتسوقي بالطريقه دي، وممكن ان انت تشوفك في فيلم انك بتعملي المغامرات دي ولا هو يعني انا اصلا بعرف اسوق وبحب السواقه دي جدا وبحب الدرافت جدا، بس اتعلمت حاجات بسيطه من الدرافت. بس اللي هو لا يعني برضه عشان تشوفني في حته اكشن زي كده لا لازم، لا طبعا لازم تدريبات جامده. بس هو انا بحب السرعه، بحب الجري. لا ده جدا. بس فدي حاجه ما مش في كل البنات، يعني مش كل البنات بقى في العربيات مش عارف ايه. سوقت عربيات يعني شديده، يعني 5500 سي سي ومش عارف ايه، لامبورجيني، الفورد ماستنج، الكلام ده. البنت اللي تسوق الحاجات دي مش اي حد. كنت خايفه طبعا في الاول، بس بعد كده لا خلاص بقى اتعودت. السرعه والجوده، انا يعني صوت الانجن نفسه بس، فده لوحده اصلا بيخليك كفيل اللي انت عايز تجري. بالظبط. فدي حاجه كويسه يعني. ان شاء الله بقى ده الستيب الجاي اللي انا اطلع في حاجه اكشن. ان شاء الله. هل بتجهز حاجه جديده الفتره اللي جايه ولا مستنين الفيلم؟ لا يعني مستنين الفيلم الاول، نشوف الفيدباك بتاع الناس هيبقى ايه. طبعا في ناس كتير هتشوفه وكده، فيعني نشوف الفيدباك هيبقى ايه، وبعدين بقى نشوف النكست ستيب ايه اللي ممكن يحصل يعني. ان شاء الله. ميرسي قوي، ميرسي قوي لذوقك، شكرا.